صباحو حبايب قلبي، شلونكم؟ طمنونا عنكم. اكيد اكيد. شلون يطمنونا عنا؟ يسعد لي قلبك حبايب. اكتبوا لي بالتعليقات ابو يوسف. لقيتيها يعني؟ اكيد. حبايب قلبي، اليوم وعدناكم شوفكم البيت. بس يا جماعه يا جماعه، يا محلى البيت هذاك ابو يوسف، عن جد البيت هذاك غير. انضمينا بالبيت هذاك احسن، لانه هذا البيت فيه شغله مش طبيعيه. هلحظ اخبركم شو هي مش طبيعيه. هلحظ اكيد اخبركم اول باول، بس اليوم عندنا شغله يا ابو يوسف. شو؟ يوسف اليوم بدنا نبارك له. بارك له؟ شو إيه؟ عندك زوزو؟ شو في عندك حبيبه؟ شلعته. يا صار زلمه يعني، بلش يشلع سنون. ايه شوفهم شوفهم يا ابو يوسف، ضحك. يا هذا اول سن شلعوا لحاله، بس هذاك انشلع لحاله، وقع يوميته وانشلع. يعني وقع عن الحيط وانكسر سنه. ايوه. وهذا السن تحت انا كسرته لحالي. هو شلعوا لحاله. ايه تفضل يا ام يوسف. لحنا الفيديو حبايب قلبي، مثل ما خبرناكم اليوم فيديو رح نفرجيكم بيتنا. معاناتنا بهالبيت. كل الغرف شنو؟ خلاص اوس ما خلاص احد، خليهم يشوفون بعيونهم. يوسف ما شاء الله عليه دغري بده يخرج يخلص منهن. خذ الاخبار من الولاد صغار. اخبار البيت. اول شيء اول شيء، تعالوا تعالوا اشوفكم ميتوري. تعالوا تعالوا ميتوري الحبيب. مقبلتهم يوسف وين؟ بالصالون. يعني يا ابو يوسف روح لي غاديك صور الصالون كلياته. يلا ها راح ابرم البرمه هاي. شوفكم الصالون، هو صالون كبير. صالون كبير يعني ينعد مثل الحوش، بس هم مسوينه صالون، هو نعده مثل الحوش. اول شغله مغبيه ميتوري هيك مشان ما ينبق يا جماعه. تعال فرجيكم مدوختكم بس مشان تشوفون. وهذا لنا البرادي والثريات يا شباب لصاحبه البيت، نحن ما لنا علاقه بهن يعني، مش لانه يعني لقيناهن هي صاحبه البيت. بس يا جماعه عن جد بيت كبير رائع، بس شو مشكلته؟ غرف النوم حالتهم بالويل. احنا ارضي يا الربع، ها مشان هذا المعاناه. معاناه عن جد عن جد يعني. البيت هذاك صحيح كان حلو، بس صار غالي علينا كثير، وصراحه ما اقدر ادفع هيك مبالغ عليه. واكيد الواحد دا يشتغل يشتغل تا يقدر يعيش بالاحرى يعني. هاي مدخل البيت. هذا باب البيت. هذا باب البيت. العاب يوسف المفضله. هذا العاب زوزو. الله علي يلعب لحاله يا جماعه، شو اسوي؟ ما عنده ولاد صغار. يوسف شو رايك؟ هنا الصالون يا جماعه. وهي الصالون يا جماعه. يا وهي الصالون يا الربع. اكيد البنات عجبون يوسف. ما شاء الله على الصالون وقصه وكذا. حبايب قبل مثل ما نخبركم، هذانا البرادي مش لانه مش لانه صاحبنا البيت ما نزلتن، خليتن بس عدا ثريات عدا كذا. وهاي الاحزان للمراه يعني. هذا كنبايات لينا، تعرفون يعني اكيد معروف هذانا لينا يعني. المهم بنات هذانا مثل ما قلت هذا مش لانه مثل ما قلنا لكم بنات شباب بنات متابعيني كلياتكم، الكنبايات لان الخزانه مش لان. شوفوا هاي بدها كلها شنو قزاز وما قزاز. عندي قزاز صراحه وعندي ديكورات، بس والله من كثر ما البيت رطوبه وعذبني البيت ما حطيت بها ولا قرض. بس انتم طلبتم مني اني شوفينا جوله بالبيت، وهاي دا شوفتن جوله بالبيت مثل ما قلت لكم. وهاي البرادي مش لان دحكي قلت على طول ام يوسف كهرباء كهرباء. ام يوسف ما عدا كهرباء عندي يو بي اس، شوفهم عندي يو بي اس بطاريه. اكيد مثل ما قلت لكم ماني قادره افتح لايفات وافتح الامور لانه الانترنت عندنا ضعيف بالمره يعني. والله قاعد ادفع عليه بس انترنت بالمره ضعيف ميت خالص. ما عندي شيء قد ما الناس سرعتني. كانت عندنا بالبيت هذا قطع ام يوسف اطلاله، واطلالتنا هنا متواضعه يا الربع مبين، شوفت عينكم شافت بالمره يعني. هي ما بي اطلاله يعني، كم شجره وبنايات هي مسكره هين. عطول ابو يوسف قاعد قدام الجره يقول لها الجره زيحي غاده تفرج فيها. يلا كملي ام يوسف. اكيد ابو يوسف والله معاناه بهالبيت يا جماعه يعني عن جد عن جد يعني. راح نروح على الغرف. على الغرف وشوفوا ما حز دعي زوزو. للناس اللي تقول ام يوسف اشترت بيت وام يوسف اشترت بيت، تعالوا لو اشوفكم معاناه ام يوسف يعني عن جد معاناه. وهي جره الغاز اللي عم ندفع عليها يا الربع. هيك الصالون وارضيه الحوش يعني، احنا نقولها حوش. احنا ارضي يا الربع ها. وهنا يجينا الغرف. اكيد هنا الحمام، ما راح اشوف الحمام يعني. حمام حمام. عندي هنا غرفتين.
تعرف اكيد غرفتي يعني مبينه لحظه ان شاء الله تعرف هاي غرفتي تعرف انه انت غرفتي شلون وغرات غرفتي يعني ما غيرت بيها شيء ولا تعكم شوفوا مرطوبه يعني عن جد معاناه كثيفه يأس اقسم بالله يعني معاناه شوف يعني مجموعتي كلها بس ناطره لا تجي شو شوي يصير شمس تقدر اطلع يمكن ارجع اخرى بعد عم فكر انا ويوسف الربع انه نطلع من البيت هذا لان البيت هذا يعني شفت عينكم تفرجوا هذا كله رطوبه ومي رطوبه ومي عن جد ما يعني تعتنز على على غراض يعني مي كل يوم نطلع ونرجع نفوت نطلع هنا ونرجع نفوت غرفتي تكسرت صراحه يعني رحبتي عليها ما تهنيت بيها الحمد لله نشكر الله تعال بدنا نشوف الغرفه الثانيه يلا تعال بدنا نشوف الغرفه الثانيه يعني عن جد غرفه يعني طلع من الولاد منها ما عادش ناموا بيها لانه ما عادش سكن خلاص يعني شغل الاناره يا يوسف يلا ها شايفين هاي رسانه بالحيط يعني هين مي هيا مي يعني معاناة شايفين يعني عن جد بيت كبير غرف النوم فاضيات يعني مثل قلتهم يعني معاناة تفرج يعني كان قاعدين انا ويوسف وين؟ برا شو يقولون؟ عمو سامي غرقنا مظبوط يا سيد؟ هذا المكان تحط بلاي ستيشن وتلعب وتحط ايه هاي الغرفة مثل قلت غرفة النوم ولا شيء طنيريات عن العدد بيت واسع كل شيء ما احلى بس الغرفة النوم عدم هاي خزانة للمطبخ اكيد هذن خزانة للمطبخ بديكم البيت رائع بس رطوبة فظيعة لي خربت لي بالاحرى اغراض البيت الحمد لله سواني لا افتح الباب هذا مشان اعمل دغري وهنا يا جماعة عندي مطبخي العنون مطبخ صغير ها مطبخ صغير عن جد بس شوف المطبخ الصغير أحسن من المطبخ الكبير غير ضجة وصوت وما كان يدفع أي شيء تعرفون أنتم الجو بارد وهين بالجبل خالص الجو بارد بس رائع المطبخ رائع نمر من الطرف الثاني زوزو خلاص انتهت مهمتك زوزو روح الحد بعد شوي حطيت ذكرى وخلصت مثل ما قلت لكم هاي خزانات ما في شيء مميز هي فوق بيجي خزانات كبار بتجي سقيفه مثل ما قلت لكم السقيفه يعني ما شاء الله بس تاخذ غرف تشتري بيت رائع بس وين المشكله غرف النوم عن العدم قلت صاحبه البيت اذا ما تظبطينه تجي تهنين الغرف تظبطينهن ما اقعد بالبيت يعني راح نفكر نطلع يا الربع بدي افكر بالاحرى بدي اطلع خلص طب يعني هذا المطبخ من هنا باب وهذا باب ثاني من هنا وهذا يعني قاعدين انا ويوسف بصالونات عم نفكر نجي نستغرها يا غرفه النوم شو رايك وين وين حطها يا يوسف هنا وخلصنا غرفه النوم هنا ننام بالصالون ننام بالصالون شو بدنا نسوي؟ ما مشان شنو الناس اللي سولفت وقالت ام يوسف اشترت بيت اشترت سياره يا جماعه لو عندي حق بيت او حق سياره والله ما اوصل الا اوروبا ما تظل ام يوسف هين ولا دغيره ولا ثانيه ونتامل مثل ما كل يوتبريه العالم كلياتهم صارم وطلعم ونسندم من الناس ايوه الكباريه واللي معاهم سندوهم أيوة. ننسند اني ام يوسف لانه وضعنا صفر يا الربع عن جد الحمد لله يعني هالحمد لله يعني احنا ايش صار علينا اني ما عادش اقدر ابو يوسف مرضان عنده الولاد وقفهم اشغال بهالشيء هين على اليوتيوب احنا بالمقطع حديث ام يوسف على اليوتيوب ما حطينا لكم انه اني مرضان معايا تضخم بالقلب تصلب شرايين وكوليسترول والله يبعد عنكم الامراض وصار لي 6 سنين معاناه وموجود هالشيء على التيك توك موجود هناك فيديوهات مع الراتشيتات وغيراته وما حطينا شيء مشان ما يقولون ابو يوسف ويوسف او قال ابو يوسف لما تروح تشتغل ابو يوسف لو قدر ان يشتغل ما طلع التواصل الاجتماعي رب العالمين ارحم بعباده اكيد مثل ما سولفنا ونرجع نسولف يا جماعه صدقوني ما بي اكيد مثل ما بدنا نسولف يا جماعه ما بي انسان
إلا ما يتمنى إنه يطلع برا يعيش حياته. وإحنا نتمنى كل الناس اليدبرية الكبار إنه يساعدون اللي مثل حكايتنا ببنات كثيرة بشباب كثيرة طبعا مع عيالهم وسوا يدبرية ترى حالهم واحد مثلي مثلهم. أتمنى إنه التشجيع لإلهم التشجيع لأنه التشجيع والله يعني ساعد. لو ما أنت بعازة ما طلعت على هالبرنامج هذا وخليت الناس تحكي عليك، بس أنت بهدفك لتعيش وتعيش عيلتك، وإن شاء الله بإذن الله بنات أريد التشجيع منكن وبشباب والله كثيرة تنطرني للمتغربين إنه أطبخ وأسوي طبخات لأنه يفهمون على حديثي يفهمون على طريقتي. أتمنى كل البنات والشباب يشجعوني ويعطوني معنويات كل ما شنو ارجع اخرى الطبخ وارجع الطلعات والروحات والجيات. اكيد كل الناس الحظ تقول ام يوسف ليش وقفت اليوتيوب. ابو يوسف مرضان، ابو يوسف صار عنده حالات كثير يعني ما اقدر اتحملها، بدي حدا يصور معي، بدي اصحى هيك شوي مشان اصور ما قدرت. وان شاء الله نرجع لكم احسن واحسن، بس نتمنى التشجيع اتمنى التشجيع والكلام الطيب والتعليق الطيب واكيد المشاركه. ولا تنسون الاشتراك، اهم شيء الاشتراك. وصلوني قال شيء 100,000 يا جماعه، اريد اسوي حفله 100,000. خلوني اقول لحالي صار لي 2.5 سنين. واجمل تحيه لكل الطيبين، ربي يسعدكم يا رب. تحياتي.